ان شاء الله الحالة التانية 55 years old female patient with history of laparoscopic cholecystectomy accidentally discovered the soft tissue mass at distal CBD. The biopsy shows high grade dysplasia for EOS assessment. تمام هبتدي اعمل سكانين في السونار دي ده صوت السونار تمام صوت السونار نكبرها لو سمحت ايوه تمام معايا صوت السونار تمام خلاص احنا بادين كده في الديب سكند بارت زي ما قلنا امبارح تمام ادي الكلر دوبلر اهو يبقى الاستراكشر الكبير اللي معايا ده ايه سبوز تو بي ده اورتا اورتا تمام yes. خلاص يبقى انا بادي دي تمام هبتدي بقى اسحب شويه بشويه اشيل الكلر وابتدي اسحب شويه بشويه تمام لحد ما اتوقع هنا الاقي الباتيلاري ريجن يس ادي السكند بارت اوف ذا ديدنم معايا الانتظار يس ادي السكند بارت اوف ذا ديدنم وبعدين ابتدي اطلع الاورطه شايفها شايف الاورطه معايا اهو تمام وبعدين ابتدي اطلع هنا صوت الديش شاله هنا شايف يا دكتور محمود؟ يس يس اوكي في صوت الديش شاله هنا ايوه ممكن كلر دوبلر يا سيدي كان دكتور محمود تمام دي السي بي دي فكرت انت ده الباتيلاري شايفها؟ يس في صوت الديش اريا هنا عند البابيلاري ريجن يس وبعدين بنكريات الضغط اللي ورا خالص دي شايفها؟ يس شايف البنكريات الضغط دي نحط كلر تمام طب والاذر ستراكشر اللونجيتيدونال ستراكشر ده هو البنكريات الضغط برضك يا سيدي؟ في تيونال ستراكشر لونجيتيدونال البنكريات الضغط اللي كان مشاور عليها الدكتور محمود دي تمام شيل بقى الكلر شايف بقى في راوند ستراكشر هنا دكتور محمود yes. شايفه؟ يس يس انا رايي دي باتيلا سوال باتيلا yes. شايفها؟ It seems to be yes. فريز كده وقيس فريز وقيس حوالي 14 في 23 تمام تمام دي بقى هتقول عليها بابيلا لماس او صون البابيلا تمام تمام دي البنكريات الضغط اهي شايفها يس دي البنكريات الضغط والاورطه هنا ودي في ماس اهي شايفها يس ودي ماس سوفت تيشو ماس دي ممكن تكون سمول بابيلاري ادينوما او فيرست ديجري او فيري ايرلي بابيلاري ادينوكارسينوما As regards the muscular layer, could we install some water? لا مش الووتر قوي علشان خاطر يعني بيضايق الانستيزيا لو ان هي عامله انتيوبيشن ولكن اعتقد ان هي واضحه من غير شايف يا دكتور محمود؟ يس شايف اليومن فين؟ اللي فيه اير وفيه ميه ده يس وادي الماسكولاريس بروبريا كده It looks to be invading the muscularis propria or Yeah, and I think they are very well, they are smooth or very well defined. شايف؟ Yes. واحد تاني يقول ليه دي مش الفنترال بانكرياس؟ كنت مستني حد يشيل هذه القضية. ليه ده مش الفنترال بانكرياس؟ والهايبر ايكويك ده هو الدورسال بانكرياس. ها؟ هل ده احتمال؟ حضرتك واقف قدامي ده وده هي البنكريات الضغط والسي بي دي واليوم بتاع اللي انا قدامنا تمام هل ده احتمال؟ انا شايف ان ده الاحتمال الاكبر ودي بيت فول وتريك ممكن قوي كلنا نوع فيها يكون ده هو ده الهايبر اوكويك بانكرياس دورسال وده الهايبر اوكويك فنترال بانكرياس لان الهايبر اوكويك فنترال بانكرياس هو اللي بي ايه اللي بي هاربر الكومن بايل دكت والبنكريات الضغط
خلينا ما نسرعش. ليه بقى انا قلت كده؟ لان لقيت الماسكولار سبروفرا ليا اهي، شايف يا دكتور محمود؟ ايوه ده اليومن اهو، وده المايه سايد ذا اليومن، وده الروجي بتاعت الديودنا. يبقى بما ان الماسكولار سبروفرا دي، يبقى كل ده ايه؟ البانكرياس الهيد. يس. طب ما جايز دي الهايبو اوكويد فنترال، وده الهايبر اوكويد دورسال، ودي ايه؟ البانكرياس الدم. يس. يبقى اول اهم مقتنعين باللي انا بقوله دكتور خالد رجب والدكتور محمود الانصاري والدكتور سيف هنيم. يعني تستفيد الحقيقه. ها؟ خالد انا معتقد ان احنا لازم طبعا ديفرنشيت ما بين الفنترال والبابيلا والماسل داير واليومين، دول هيساعدونا شويه في الديفرنشيشن. البوزيشن ده اللي حضرتك واقف عليه طبعا قريب من الاثنين، عشان كده ان احنا لو ما شفناش الكومن فايل دكت والبنكرياتيك دكت اي ويل جو مور مع كونها فنترال بصراحه بنكرياس. انت رايك ايه يا خالد؟ معلش الصوت بعيد قوي يعني، انا بصوت شويه يعني. انا برضه همشي مع حضرتك ان هي طالما مش شايف كومن فايل دكت وبنكرياتيك دكت وفاتحين على اليوم بتاع الديودنم، انا همشي اكتر ان كونها فنترال بنكرياس. ان ده ايه؟ فنترال بنكرياس. فنترال بنكرياس، جميل. انا بقى رايي ان هي دي ادي البابيلا يا دكتور خالد، ادي احنا ابتدينا نشوفها اهو، تمام؟ هي دي البابيلا، شايفها يا خالد؟ هي دي ريجن اوف ذا بابيلا. الماسكولاريس بروبريا، شايفها يا دكتور محمود؟ يس. اهي ادي الماسكولاريس بروبريا اهي، شايفها؟ يس. يبقى كل ما هو في اليومن يبقى دي بابيلا. يس. وكل اللي ما هو في الول اللي بعد الماسكولاريس بروبريا اللي انر تو ذا ماسكولاريس بروبريا يبقى ده بانكرياس. يس. فانا رايي ان دي البابيلا، حتى هي شايفها فلوتنج اهي. يس. البابيلا فلوتنج سايز اليومن، ودي الماسكولاريس بروبريا، وده البانكرياتيك هيد، واللي معاه فنترال ودورسال بانكرياس زي ما احنا كنا شايفين. شايف؟ يس. جميله دي. هنا بقى لو حقنت ميه هتبقى جميله جدا. ممكن سرنج الميه بعد اذنكم الوش، لان احنا بنعمل غسيل اللي هي سرنج ال 50. شايف يا دكتور محمود؟ يس. يبقى دي البابيلا. ليه انا بقول كده؟ لان وانا داخل في الاندوسكوبيك بيكتشر لقيت البابيلا سوونه طبعا. لقيت البابيلا سوونه، لكن لما شفت المنظر ده ما كانش منظره بابيلا قوي الاول، قلت جايز هي دي اللي سوونه البابيلا، وبعدين لما فكرت شويه لقيتها لا تنفع فنترال ودورسال بانكرياس. يعني دلوقتي صوره الاي او اس عندكم؟ تمام. هنحقن الميه دلوقتي جوه اليوم، شايفين الميه؟ يس. ممكن سرنجه ثانيه. احنا كده امان بقى تمام. شايف بقى ابتدت الايه؟ البابيلاري ادينوما تبان او البابيلاري سوالينج، شايفه؟ تمام. وادي الماسكولاريس بروبرا ليا، وادي البانكرياس، وهنشوف فيه الفنترال هايبر اوكويد والدورسال هايبر اوكويد. يلا ميه تاني. ميه. كده اطلع شويه؟ يس. تمام. طيب هو دي البابيلاري اريا دي كان حد خد منها بايوبسي قبل كده وطلعت هايبريد ديسبليزيا. يس. ايه رايكم ناخد بقى اف ان اي ولا دي؟ الثلاثه ما شفناش الشوت الشادو اللي بيتقال عليها دي، احنا عايزين نشوف بقيه الكومن بايل لاكت. طيب نشوف بقى بقيه الكومن بايل لاكت بقى، دي مهم. ادي الفنترال والدورسال بانكرياس بقى، شايفينها؟ مش هي دي البابيلاري ماس يا دكتور محمود؟ يس. البابيلاري ماس اهو، انا كلوك وايز كلوك وايز كلوك وايز، ادي البابيلاري ماس اهي. تمام. تمام؟ ادي البابيلاري ماس. تمام؟ وبعدين ادي الماسكولاريس بروبريا، وادي البانكرياتيك هيد. هسحب شويه شويه شويه، يبقى ده الهيد اوف ذا بانكرياس والبانكرياتيك دكت، صح؟ تمام. تمام. وبعدين ابتدت تبان الحته اللي كنا فاكرينها بابيلاري قبل كده، لا. طيب ممكن لو واحد جه قال لك دي ممكن تبقى ماس طبعا وارد بتتلخبط، ولكن بينج فيري ويل ديفايند بوردر وانجيوليتد، شايف هنا ابتدت بقت تيبيكال اهي هايبر اوكويك والهايبر اوكويك بانكرياس. تمام. بس هي دكتور حسين هي ريليتد برضه للسي بي دي، احنا كده ريليتد للسي بي دي برضه، ادي البنكرياس الضغط يا دكتور سيد، شايفها؟ اللي حتى الان ما شفناهاش هي كومن بايل ضغط. دي البنكرياس غالبا، صح؟ يس. كومن بايل بقى المفروض لما نعمل كده. اللي فوق هذه مش الدي دي السي بي دي اللي فوقها على طول؟ مفيش حاجه فوق. مفيش حاجه فوق. بان حضرتك قالوا دي؟ دي ممكن. بس عايزين بقى نشوفها لان هي دايليتد اهي. اهي هحاول بقى انا دلينيت السي بي دي هنا. ده الكونفرنس. تمام؟ تمام. حتى الآن السي بي دي بالنسبة لنا ما هياش واضحة خالص. أنا متهيألي طلعنا بره. أيوه بالظبط طلع بره. هنا بقى أنا ممكن أعمل إيه؟ ممكن آخدها من البلب، يعني لازقة نفسي في البلب أهو.
واحاول اجيبها من البلب. يبقى ادي البنكرياتيك اريا اهي. يس. وادي الكونفرنس. دي البنكرياتيك مش الكومن بايل. هحاول اشوف بقى البنكرياتيك ده. دي البنكريات الضغط اللي احنا شايفينها. ها؟ دي بنكريات الضغط ولا كومن بايل ضغط؟ هنشوف بقى. بنكريات الضغط. يعني فعلا بتقف عند الليجن بتوع حسين اللي احنا شايفينه كانه فنترال بانكرياس. ايه؟ هي السي دي دي بتقف عند يعني الحته اللي فيها الليجن اللي هو فنترال بانكرياس. السي دي دي باينه فوقها، هي الحته الوحيده اللي باينه فيها. حضرتك هو اللي فوق ده البورتال. ده الكونفلونس اهو اللي واخد كلر. والبي دي والبي دي جايه من فوق. لا دي مش بي دي. دي البي دي اللي فهمت فوق. هي دي البي دي كومن بايل ضغط. السي بي دي تمام. السي بي دي بس نوت ديليتد. ده السي بي دي بس هي عند البي برضه ما هياش شور. ممكن تبقى بنكرياتك كروسايد. لا لان مش كروس الكونفلونس. لان هي مش كروس الكونفلونس. تمام. دي ممكن تبقى بنكرياتك. لازم نشوفهم الاثنين سوا عشان نقدر نقول دي ايه. بحاول حضرتك كده جاستريك دي 1 ايه؟ حضرتك في الديودينم؟ انا في الديودينم دلوقتي. برضه المنظار نط تاني مفيش مشكلة إن شاء الله. دي سي بي دي بانت فيها سلادج كده يا دكتور. أنا دلوقتي في صورة المنظار بحاول إن أنا أخش السكند بار. الكلاينيشن عنيف شوية لكن بحاول منبليشن بالراحة عشان خاطر ما أعملش مشاكل. كده اعتقد ان انا بقيت في السكند اهو. شايفين هنا بقى عايزين نجيب صوره المنظار. فين صوره المنظار؟ هات صوره المنظار. شايف الناس دي؟ انا كده عند البابيلا بالظبط. انا بقول يا استاذ حسين ممكن تكون الماس اللي زي لان البابيلا بالاندوسونوجراف شكلها نورمال. دي البابيلا دي ماس اللي احنا شفناها. شايفها؟ يس. بابيلا فولن اهو. صورته بالج. تمام؟ يبقى هي دي البابيلا دي ماس اللي احنا شفناها في الايه؟ الاي او اس عنده في السونوجرافي بيجي والله بس مش باينه. هنحاول بقى هنا نشوف البابيلا تاني. اهو شايف يا دكتور محمود كده صوره الحديد بقى. هل صوره السونار بقى؟ هل صوره السونار؟ شايف بقى دي البابيلا دي ماس اهي. شايفها؟ يس. وده الاير اللي سايز اليومن ودي الماسكولاريس بروفايل. يعني دي ديفينيت بابيلا دي ماس. شايفها؟ السايز قد ايه يا حسن؟ السايز لو اسمها اهو دي 18 مللي. اتس كوايت لارج. في 11 او 11 في 18 تمام؟ يبقى في ديفينيت بابيلا دي ماس هنا بقى. اللي ناقص لنا في ده كله الكومن بايل داكت. كومن بايل داكت بدايتها اهي جوه الماس. شايف الحته دي؟ يس. ادي ده الكومن بايل داكت. انسايد ذا ماس انسايد ذا اليوم. باينه حلوه جدا. شايفها؟ يس. دي بابيلاري ماس تمام؟ وجايز هي دي السوفت تيشو ماس اللي شافها بالاي ار سي بي وعمال يقول صح؟ هو تمام؟ واخد دورنج الاكسبلوريشن يا دكتور حسين. الايه؟ هو واخد البايوبسي ديورنج السي بي دي اكسبلوريشن. لا واخد البايوبسي ديورنج اي ار سي بي. احنا قرينا التقرير. حتى انا سالت الدكتور محمد عادل قلت له هو خد البايوبسي ازاي؟ خدها بابيلاري بالاي ار سي بي عادي. هو شاف الماس دي وخد بايوبسي. خدت بالك دكتور سيد؟ تمام ماشي تمام. فدي بابيلاري ماس مش سي بي دي ماس. هنا بقى ممكن ناخد فاين نيدل اسبريشن ولو انها هتبقى صعبه شويه لانها فلوتنج. بس ايه رايكم نحاول؟ لان البايوبسي العاديه ما طلعتش حاجه. هو احنا عاوزين نشوف بس الكومن بايل دكت. حاضر ناخد البايوبسي دي وهو الدكتور ودي الكاشف بيعمل المانوفر بتاعه نشوف السي بي دي. تمام. ليه؟ لان ممكن تكون البابيلاري ماس دي اكستندنج انسايد ذا ديس السي بي دي فما احناش شايفين اليومن بتاعها. يس. خدت بالك يا دكتور محمود؟ يس. كل ده وارد قوي. لكن هنا واضحه صوره جميله جدا للتيبيكال بابيلاري ماس. ادي اليومن وادي الاير انسايد ذا اليومن اللي هو الابيض ده وادي الووتر انسايد ذا اليومن اللي هو الاسود ده. يس. وادي الماسكولاريس بروبري اهي. اهي والماس طالعه وادي البابيلاري ماس اهي. تمام؟ يبقى دي ديفينت بابيلاري ماس. لا هي بنكرياتك ولا هي
ايه ديستال سي في دي، لكن ممكن يكون جزء منها، ممكن يكون جزء منها اكستندنج انسايد السي في دي، دي حاجه ثانيه بقى. وعشان كده احنا ما احناش شايفين اليوم بتاع السي في دي كويس. كده حجمها بقى اكبر شويه. اديني بقى بايوبسي عندك كوك 22 ومتعقمه. يلا يلا هات ماشي. دي دلوقتي بقت 18 في 10 يا دكتور محمود، شايفها؟ يس. طيب دلوقتي احنا شفناها اندوسكوبيكالي بعدين. هي البابيلاري ماس بتبقى ميكوزال سب ميكوزال ماسكولار اكس بس النظار عشان ما يتسحلقش. علشان كده دي هي سوول. Do you think ان الماسكولار بروبلا از انتاكت؟ انا قابلت في حياتي اثنين حاله ايه؟ الماسكولار بروبلا از انتاكت اور ات از انفلتريتد باي ذا ليجن. تقول يا دكتور محمود؟ الماسكولار بروبلا از انتاكت اور ات از انفلتريتد باي ذا ليجن. انتاكت اهي. شايف قال الماسكولار بروبلا اهي، شايفها؟ اي ثينك الماسكولار بروبلا دي من الناحيه الثانيه يا دكتور حسين. في ناحيه ناخد البيبس حتى حضرتك ناخد البيبس وبعدين نعمل مور اند مور ديمونستريشن. بس حضرتك كان في ديسكشن في مره على الجروس ابيرنس بتاع البابلا والميكوزا، ان انت لو يعني هل هي كومن شانل تيومر ولا هي بابلا ادينوما ولا هي ديدنال تيومر بالجروس ابيرنس. انا حتى كان يقول لك هي فينجر لايك البابل نفسها فينجر لايك وفي السريشن على الطفل، فدي لا يكون كومن شانل تيومر. ماشي. النيد اللي هي شايفينها؟ يس. يو ار يوزينج ذا 20 جيج نيدل كوك نوت برو كور. برو كور. برو كور يس. انا جوه النيد دلوقتي رامي هيسحب. حتى البيبلاري والبرو كور هتبقى احسن في البابيلاري لان احنا خدنا قبل كده وما طلعتش. يس. كده انا جوه الناس بالظبط اهو. جوه البلج اللي انا شفته بالمنظار تمام؟ يس. وكويس انها برو كور افضل عشان تاخد بايوبسي احسن. حط السيرنج، عندك سيرنج؟ طيب نشوف جميله زي الماسكرايز بروب يا دكتور محمود. اول اراوند شايفها؟ يس. اهي؟ اهي شايفها؟ يس. يلا حط السيرنج، انا كده هاخد الاثنين. برضه ممكن نحط كلام طبعا حطيناه بعديها، بس هنا البابيلاري ماس مفيش بيسز ماشيه من هنا اساسا، فالكلام ليس له معنى تمام؟ yes. احنا في اليوم دلوقتي احنا مش في البنكرياس، فاذا الكلام في اليوم ملوش معنى، ما اكيد مفيش بيسل ماشي في اليوم صح؟ yes. تمام. احنا كده مصنفرين بالظبط ونحاول ننزل تحت شويه عشان ناخد نعمل ايه؟ الفانين تكنيك. تكنيك يا دكتور حسين عشان حضرتك تعمل الفانك تكنيك يعني حاجه في الهاندس نفسها في المانيبيوليشن. هي هنا الفاكتور هو الليبر، الفاكتور هو الليبر. ممكن برضه اعمل شايف كده شويه بالايه داون ها سنه كده، بس وانا بشتغل ما بحبش اعمل مانيبيوليشن بالمنظار كتير، انما الليبر اهو بتعملها انا كده بقيت فوق خلاص، وبعدين الليبر اهو نزلت تحت شويه، فكده متهيألي انا جبت شويه ايه ان شاء الله يطلعوا كويسين. احنا كده عملنا بتاع يوجوالي بتاخد من البريفري يا حسين بيه، بتاخد كله سنتر وبريفري كله، بس دي مفيش فيها بريك داون فمش هتفهم. مفيش فيها بريك داون فمش هتفهم ان شاء الله. دورينج اي ار سي دي كان ممكن ان احنا نغير السايد بتاع البيوبسز او هيبقى مور بيوبسز، كانت هتبقى مور ييلدنج. البيوبسي طبعا هنا الايديال هي الاسنان المنظار طبعا بالاي ار سي بي لانك بتاخد تيشو، بس هنا الميكوزا نورمال. رامي معايا فعلا بيقول كلام مهم جدا، بيقول الميكوزا نورمال، فالميكوزا نورمال مش منتظر ان هي تجيب لنا حاجه كتيرة، فهنا الاف ان ايه ممكن تبقى احسن فعلا. هنا بقى هنحاول نشوف الماسكولاريز. دكتور سيد منيب معايا مش كده؟ لا الدكتور سيد، دكتور سيد شايف بقى الماسكولاريز بروبرا فين يا دكتور سيد؟ شايف اهي ادي الماسكولاريز بروبرا. دكتور سيد عنده ملاحظه ذكيه جدا، هو شاف الماسكولاريز بروبرا الناحيه دي، قال لي طب ما جايز تبقى انفلتريتنج الناحيه دي. شايفين ادي الماسكولاريس بروبلا اهي، شايفها؟ ايه رايك؟ ده دكتور خالد برضه في نفس الوقت.
والدكتور خالد رجب معايا. ها ايه رايك دكتور خالد دلوقتي فاسكولاريس بروبري اهي؟ طيب كده باينه كده باينه ان هي انا مع ادينوما. انا مع حقيقه سمول بابيلاري ادينوما. هنا بقى التاسك بتاعنا ان احنا نشوف السي بي دي. تمام؟ التاسك بتاعنا ان احنا نشوف السي بي دي. واحنا لينا امبريشن دكتور حسين بيه هنا في القاعه ان البابيلا ديت نايف او يعني ما حدش خد منها بايوبسي قبل كده. لا هو خدوا منها بايوبسي في سيتوباثولوجي في البايوبسي بتاعها احنا قرينا وحتى وريناه للدكتور وادي. تمام؟ شوف هنا الماسكولاريس بروبيا ما هو خد عن الميكوزا والميكوزا هو ما فتحهاش هي دي مش مفتوحه قبل كده هي ار سي في قصدك تقول كده. تبان انها كانت اتاخدت منها قبل كده او لا؟ البيكشر يعني دي ار سي في. لا يعني تبان هي اكبر هو هنا السي بي دي اعتقد بدا يكون فيها مط. اوبتيشن اه هنا ظهر التو تيوبلر ستراكشر وزنت يا دكتور حسين بيه. يس بنكرياتك دانت بتاعتي دي اللي تحت البي دي واللي فوق السي بي دي وفيها يا اما سوفت تيشو يا اما ايه؟ يا اما بالظبط بص بي كل ديت كل دي السي بي دي فيها سوفت تيشو كل دي بابيلاري سوفت تيشو مالي لا السي بي دي سي بي دي لان البنكرياتك دانت تحت انتكت يبقى دي البنكرياتك بالظبط اللي تحت بقى اللي تحت واللي فوق السي بي دي وفيها سوفت تيشو دي بقى يبقى دي سوفت تيشو ديشن انسايد السي بي دي السي بي دي مش بابيلا هل بقى كونتينيوس مع جابيلاري ماس هو ده السؤال تعال نشوف بقى اي ثينك ذيس كونتينيوس يبقى كونتينيوس مع سوفت تيشو ماس ليه بقى؟ لان هي دي سوفت تيشو ماس تمام؟ يس احنا كده مقتنعين ان دي بابيلا والمصل ده فعلا واضحه فيها والمانيبيوليشن مع حضرتك كان بانت البي دي البي دي ظهرت معانا خلاص جميل يبقى اذا دي معايا بقى في التصور ده ايوه دي ادي اليومن اهو تمام؟ تمام ودي البابيلاري ماس شور احنا شفناها 100% شايفينها منظار وشايفينها سونار تمام الماس دي اكستندنج انسايد السي بي دي تمام؟ ودي البنكريات الضغط احنا عاملين كالر دلوقتي لا دي واحده كالر ولا دي واحده كالر يبقى ده الديستال سي بي دي تمام ودي البابيلاري ماس اللي خدنا منها بايوبس كان وي تريس ا كومن باي داكت في سويتش حاجه ثانيه بقى ان تريس كومن باي داكت لو كومن باي داكت كونتينيوس هنا كده باليومن يبقى احنا كده تصورنا صحيح تمام 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 ابتدت يبقى فيها اليومن جوه اهو ابتدت تبقى كونتينيوس يا شيخ محمود كده كده مقتنع بيه تمام احنا موافقين تمام يبقى ده الديستال سي بي دي يبقى اذا هي سامثنج ان ذا بابيلا او العكس سامثنج ان ذا كومن باي داكت انسايد ذا سي بي خلاص تمام يا خالد؟ يس انا مع حضرتك احنا كده مقتنعين ان في ديستال سي بي دي مات ان دي ديستال سي بي ودي ما تنعبش بقى في انت البنكرياس تمام تمام يبقى شوف انت لما تقزقز في الحاله بالراحه كده وتشغل مخك يعني اليو اس ده مش ايمج لو كان هنا كنا هنعرف دي سنترال فنترال ولا دي لسه سيكي ولا فابيلا لكن احنا شغلنا المخ صحيح وصلنا الكونكلوجن ان دي فابيلا لماس ديفنت باينه قدامنا بلش في يبقى 100% في فابيلا لسامسونج فابيلا لسامسونج دي شفناها باليو اس زي الفل جميله جدا وجوه اليومن وحقنا ميه والميه حوطتها وحواليها اير ووتر يبقى فابيلا لماس شفناها 100% سونوجرافي اندوسكوب السي بي دي احترنا فيها طلع ان سوفت تيشو ماس اكستندنج فور ا لونج ديستنس انسايد ذا ريج ذا كومن بايل داكت انسايد ذا كومن بايل داكت بالمنظر ده اللي هو ده وبعد كده ادي تكمله الكومن بايل داكت ابتدى اليومن يظهر وابتدت الدنيا تبقى كويسه احنا كده نقدر نقول للدكتور وادي كاشف ان اللي احنا خدنا منه دي بابيلاري ماس ها اكستندنج انسايد ذا كومن بايل داكت بات نوت اكستندنج انسايد ذا بنكرياتيك داك هنا بقى ممكن تشوف اللي هي الاريا اوف ذا سوفت تيشو اللي هي اكستندنج جوه سي بي دي ليه؟ لان دي تفرق في العمليه لو انت ادينوما وعايز تعمل لها امبوليكتومي بالمنظار يبقى لازم السوفت تيشو شادو اللي انسايد ذا سي بي دي ما يزيدش عن سنتي تشوف ده ماشي كام؟ 2 سنتي اكستندنج 2 سنتي جوه السي بي دي استاذ الدكتور حسين هل ممكن تكون هي اساسا دكتور ماس انتر دكتور انتر اليومن يعني ماس يعني كولاجيو كارسينوما مثلا مثلا يس كولاجيو بابيلاري ماس تكون لا بس ده نادر التصور ده جدا ليه؟ لان لو هي بابيلاري ماس لو هي سي بي دي ماس واكستندنج للبابيلا ما تعملش البابيلاري بلش العنيف ده تمام؟
ماشي يا دكتور سامي؟ أيوة. انما الاوقع ان هي تكون بابيلاري، لان بابيلاري ادينوما مشهوره جدا ان هي تكسند انسايد. نعم. زي ده في هنا بقى حاجه جميله جدا جدا اللي هو شايفين دي اهي، ادي الماس اهي، وادي اليومن اهو، وادي البريستالسز اهي، الماس اهي، وادي الماسكولاريس بروبرا لير كده. كلوك وايز كلوك وايز يديني اليومن، انتي كلوك وايز انتي كلوك وايز يشوف لي الاكستنشن اوف ذا ماس انسايد ذا سي بي دي. شايفينها؟ انا كده انتي كلوك وايز، يبقى دي ديستال سي بي دي وسوفت تيشو شادو انسايد. كلوك وايز كلوك وايز كلوك وايز، يبقى ده الديستال سي بي دي هيوديني لليومن، وادي البابيلاري ماس اهي. شايفينها؟ لان هنا الماسكولاريس بروبرا كده، يبقى دي البابيلاري ماس. اعمل انتي كلوك وايز انتي كلوك وايز انتي كلوك وايز، يبقى انا شايف دخول الماس جوه السي بي دي. وشايفين الماسكولاريس بروبرا بقت فين؟ بقت فوق هنا. شايفين الحكايه دي؟ بيت فول جميله جدا. لما تشوف هنا السي بي دي الماسكولاريس بروبرا فوق ودي تحتها، يبقى ده الديستال سي بي دي. اعمل كلوك وايز 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 كلوك وايز، يبقى انا كده بخش جوه الايه؟ بخش جوه اليومن. تمام؟ بخش جوه اليومن، انا هنا كده في اليومن، وادي الماسه اهي هنا. حتى في البلان يا دكتور حسين، يعني هي في 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 في, في البلان بتاعت الاوبريشن، وهي لو هي مليجنت. لا مش شرط مليجنت. لو جوه السي بي دي ليس بالضروره مليجنت. انا قصدي حضرتك ان هي اساسا كانت هاي جريد ديسبليزيا، وان احنا حتى عشان نفكر في وهي تعالى هنا بقى دكتور سيد نشوفها بقى بالايه، باللعبه الحلوه بتاعتنا، احنا شفناها فيري نايس بصراحه في الديودينم. تعالى نشوفها هنا بقى بالجاستريك ستيشن اللي هي ستيشن 3. تمام؟ ادي البنكرياس فوق اهو، صح؟ وادي السوبيريور ميزنتريك فين. تمام؟ يبقى اللي فوق السوبيريور ميزنتريك فين هيد وهيد، والبنكرياتيك دكت باينت قدامنا والسيبيلي تحت اهو. زي الفل. طيب ادي السوبيريور ميزنتريك فين، يبقى ده هيد وده هيد. تمام؟ الهيد اللي تحت بقى دي، تعالوا نشوف بقى هنا الايه؟ البنكرياس من الاستومك. شايفينها؟ ادي الهيد وده بنكرياس، صح؟ وده سوبيريور ميزنتريك فين، صح؟ معايا يا رامي؟ علشان الحته دي عايزه منوفر شويه، ده البنكرياتيك ضغط، صح؟ تمام. السي بي دي المفروض تبقى في اخر الصوره. اهي شايفين ادي سي بي دي؟ شايفين هنا سي بي دي اهي؟ ماركتلي دايليتد. تعالوا بقى نحاول نتريس، نقلل بس الدبس شويه، نعمل تريس، نحاول نتريس الايه؟ السي بي دي اهي اهي اهي، السي بي دي اهي اهي كده، بان كويس قوي وجواه سوفت تيشو شادو ده. شايفه؟ اهي. وبعدين هتروح هنا اهي اهي، ده رايحين ناحيه الليفر، وادي البورتا هيباتس اهي، واللي فوقها هو البورتا فين. بس غريبه قوي ان هي واخده كل السي بي دي. هل ده هل المفروض ده نقطه حضرتك ولا دي انت لضغط الماس؟ حاجه غريبه، فيها فلويد وفيها سوفت تيشو. غريبه يعني ليه اي بي كل الاي اي بي ام ان بابيلا كومن بابيلا بيلياري ضغط اي بي ام ان؟ يس. وارد. هل دي ممكن تبقى مات كلها من الاوبستراكشن من السي بي دي؟ اللي قبل السي بي دي بابيلاري ماس. شايف؟ حالة غريبة، شايف السي بي دي هنا؟ ادي الكالر اهو، السي بي دي اهي اكستندنج بالطول اهي. لحد هنا اهو، شايفينها؟ طب هو ليه ار سي بي عمل كاميليشن للكومنتات؟ متهيألي ما عملتش ار سي بي، عملت ار سي بي؟ وخد بايبسيت. ما عملتش ار سي بي. وازاي بالمنظر ده والعين دي مشتركة؟ العين مش جوندس. ايوه ممكن البابيلاري ادينوما ما تبقاش الاوبستراكشن شديد قوي لدرجه انها ما بتعملش هايبر بلوروبايين. الدكتور وادي قال لنا حاجه؟ مش قادر يحدد يعني؟ طيب هو قال السيريفيرز برضه مش حلوه برغم ان احنا كنا فيها وده دكتور حسين ممكن ناخد من الكومن بايل دكت سيلف ما كون بقى الضغط اللي احنا كنا فيها اللي احنا شايفينها لا ناخد فوق ترانس جاستريك في الحته اللي فوق ما احنا كنا ترانس جاستريك في الحته اللي فوق ناخد منها بايوبسي يعني لا ده انت لا ده مستحيل تاخدها هنا ده هنا هتخش من خلال الليفر طب الجيدن ناخد من الكومن بقى الضغط واحنا في الجيدن ممكن ما لو الدكتور وادي قال لنا ان الكومن ان البايوبسي اللي هي من كابيلا مش 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 عاجباه قوي يبقى ما فيش حل من اللي احنا ناخد بقى من الايه؟ من الحته بتاعت الكومن بقى الضغط
بعدين حضرتك يا دكتور حسين، هي الليجن في الكومن بايل داكت وكانه من الهول بتاع الكومن بايل داكت، لان في سنترال ترانسليوشن جوه السوفت تيشو، يعني كان الهايبر كوت في البريفري اكتر من السنتر، فكانها طالعه من الهول سيركمفرنشال. لا هي بس دي ممكن تكون مط من ال، لو مط هتبقى في ناحيه اكتر من ناحيه، هي ناحيه اكتر فعلا، هي ناحيه اكتر. في بعض البيكشر واضحه كانها سيركمفرنشال. طيب يعني انت عايز تاخد من هنا دكتور محمد؟ انا ناخد من هنا دكتور حسين. خلاص نشوف بس الدكتور وادي قال ايه عشان خاطر نشوف. مش يجي؟ لا هات ايه ده، مش تروماتايزنج، ما تجيبش بقى البروفون. هات فاين ميت. ماشي. هات يا بوك 22 يا بوك 220. طبعا هنا انا هتجنب ان انا اخد بالايه؟ بالبروكور جوه السي بي دي عشان ما اعملش لاسريشنز، احاول اخلي اقل تروما ممكنه، تمام؟ يا دكتور وادي بس انت خبير، انا مش عايز اتكلم يعني. ايدي الميكروفون دكتور وادي، خد يا دكتور وادي، حد يقدر يديله ميكروفون؟ السلام عليكم. ديسبايت ان السيلاريتي قليله شويه، بس احنا عندنا ابيثيليال اتيبي، ديفينت ابيثيليال اتيبي. البوسيبيليتيز هنا زي ما استاذ الدكتور حسين قال، ممكن تكون ادينوم، امبولاري ادينوم. احنا ما عندناش ديس كوهيزيف سيلز تخلينا نقول ان احنا في كارسينوما، هاويفر الاكسكلوجن اوف ايرلي انفيزيف كارسينوما لازم ناخد اندوسكوبيك بانش بايوبسي علشان نشوف بيسمنت ممبرين هل في ايرلي انفيجن ولا لا. على الاقل احنا عندنا اتيبيا ممكن تكون ديس بلاستيك يعني ادينوما اور مور، احنا محتاجين فايدر اسسمنت بايوبسي اندوسكوبيك اللي هي ديدينوسكوبيك بايوبسي. يعني اذا سكند اف ان اي مش هتفيدنا قوي. لا مش هتفيدنا، احنا عندنا ديفينت في ساتوريك اتيبيا. دكتور وردي لا ايه بالبوسيبلتي اوف انتراداكتال بابيلاري ادينوما؟ هو بيفكر بالاي بي ام ان اللي هي زي الاي بي ام ان فاريانت في البيجري تراك اللي هي بي تي بيجري تراك اي بي ام ان انت ده ما بين نص السلوك فيري رارلي ساعات تبقى هنا. فهل في ميوسين؟ الميوسين ستيل مش ممكن ما يفرقش، لان في الادينوما بيحصل ديبليشن للميوسين اصلا، فعلى مستوى السيتولوجيكال اكزامينشن ما نقدرش نفرقهم بعض، احنا محتاجين بانش بايوكس عشان نفرقهم بعض عشان نشوف ناسس الانفيجن. انا بقى رايي في ده كله ان العيانه عندها اكستنشن جوه السي بي دي فور مور ذان 1 سنتيمتر، فكده ولا كده انت مش هتقدر تعمل امبولكتومي، مش هتعمل امبولكتومي. فالمانجمنت بتاع العيانه دي هي ويبن، سواء كانت ادينوما اكستندنج ان ذا سايت سي بي دي فور 1 سنتيمتر فور مور ذان 1 سنتيمتر، او كانت ايرلي بابيلاري ادينوكارسينوما. فانا مع حضرتك دي لا دي فيها سامثنج اهي، وحتى باينه بالمنظار شفناها، فدي ديفينتلي بابيلاري ادينوما اكستندنج. بس يا جماعه معلش انتوا زي دي سي بي دي معايا؟ انا كنت بستاذن حضرتك ناخد من دي برضه واحنا موجودين يا دكتور حسين. بتقول ايه؟ ما هي الدكتور وادي قال لنا مش هتفيد. احنا عايزين اندوسكوبيك بايوبسي، ويكون ديب شويه لان ميكوزا لوكس انتاكت في المنظار، فدي عايزه ديبر بايوبسي. دكتور حسين ما فيش اي لمف نود بيري دكتال لمف نود ويكون اكسس؟ طب ممكن بقى نطلع فوق، هي هنا في اللوكال ما فيش حقيقه، هو غالبا بما ان ما فيش لوكال يبقى مش هيبقى فيه سنترال، لكن لا مانع ان احنا نبص. ادي سي بي دي اهي، دي ال سوبيريو ميزنتريك فين، وبعدين ادي سي بي دي اهي، تمام. وبعدين بعد كده ادي البنكرياتيك بودي اهو شايفينه، يس تمام. وبعدين ادي الاورتا اهو، ده اللاند مارك بتاعنا، يس تمام. وبعدين الاورجن بتاع السيلياك اهو شايفه اهو، ادي السيلياك اللي فوق اللي بيشال على العظامي، والسوبيريو ميزنتريك تحتيه، يس. هنا مفيش لينف خالص، تمام. وبعدين ادي البنكرياتيك بودي والسبلينيك ارتري والسبلينيك فين اللي على ايوه سبلينيك ارتري والسبلينيك فين، وهنا عند السبلينيك فين بنتقي ادي جالنا الكونفرنس وجالنا سي بي دي تحتيه اللي هي الانتي كلوك وايز روتيشن زي ما قلنا بالظبط، تمام. دكتور حسين از ريجاردز ذا ليفر، عايز اشوف الليفر ما شفناهوش كويس يا حسين. ما شفناهوش خالص، هنشوفه دلوقتي اهو.
نشوف الاول السوبرارينال، ادي الكيدني اهي، وادي السوبرارينال اهي شايفينها، ادي السيجال ابييرنس بتاع السوبرارينال اهي شايفينها واضحه جدا تمام. وبعدين لو عملنا كلوك وايز كمان ادي الكيدني، وكلوك وايز كمان ادي السبلين تمام. عايزين ناخد بقى الليبر، الليبر انا بعمله بطريقه ظريفه جدا اللي هو باخدها من عقرب والمجد بصراحه، ده حاجه اسمها الفيش ماوس ابييرنس. Yes. ده الليفت بورتال فين اللي ناحيه اللي ماشي ناحيه الشمال ده الليجامنتم تيرس تيرس، برافو عليك، اللي هو ناحيه الشمال عند الليجامنتم تيرس اللي فوق تبقى سيجمنت 3 واللي تحت تبقى سيجمنت 4 دي. عند الفيش ماوس ابييرنس نفسه اللي هو الليفت بورتال ليفت بورتال فين اللي فوق تبقى 4 a واللي تحت 4 b برضه، يعني كل اللي تحت 4 b هسحب المنظار يبقى ده ليجامنتم فينوزا، شايفين ليجامنتم فينوزا؟ يبقى اللي فوق ده 1 اللي هو الكوديكلو واللي تحت هو الايه؟ اريا 4 b، يعني 4 b ورا الثلاثه ارياز، ولكن اللي فوق التيرس اللي احنا كنا سيبناها تبقى 3، اللي فوق الفيش ماوس ابييرنس تبقى 4 a، اللي فوق الليجامنتم فينوزا تبقى الايه؟ الكوديك لوب والكوديك بروسس. كل ده يقودك ل كل ده يقودك للاي بي سي، شايفين ادي الاي بي سي اهو تمام. الاي بي سي ده الميدل هيباتيك فين، وده الرايت هيباتيك فين اللي فوق الكوديك تمام. بص كده باينه كويس قوي، ادي الكوديك وبعدين ادي اريا 4 تمام. الميدل هيباتيك فين بيفرق الكوديك من اريا 4، الرايت اهو الرايت يفرق 4 فوقيه وايه تحتيه تمام. وبعدين يفضل انتي كلوك وايز، يبقى الليفت الليفت لوب والليفت هيباتيك فين تمام. اجيب بس الليفت هو ده اهو، شايفينه اهو خلاص، واثنين فوق وثلاثه تحت، يبقى احنا كده معظم السيجمنت ما عدا 5 و6 عند الجول بلادر النك يبقى 5 والفاندس يبقى 6. الميديا ساينم زي ما قالهولنا الدكتور عمرو امبارح اهو، ادي الاي بي سي تمام. الاي بي سي عنده 8 خلاص. الاي بي سي هيخش جوه الرايت اتريا، يبقى ادي الرايت اتريا اهو شايفه. فوقيه هيجي الليفت اتريا، يبقى ده الليفت اتريا وتحتيه الرايت اتريا تمام. لو الاي بي سي اختفى وجت مكانه التراكيه، اهي شايفين التراكيه فوق اللي هو الخط الابيض ده، يبقى ده اريا 9 بين الليفت اتريم والتراكيه صح؟ دي المعلومه اللي استفدناها امبارح، يبقى دي اريا 9 تمام، و8 كانت اللي تحت اللي احنا شاورنا عليها. نطلع كمان يبقى ادي الليفت اتريم وتحتيه الليفت فنتركل، وادي الاورت كروت اللي بيشاور عليه رامي اهو تمام. وهيبان هنا الرايت بالمونري ارتري صح؟ مش الليفت بقى، يبقى اللي بينهم سبراينال اريا او اريا 7 تمام. هنطلع يبقى ادي الرايت بالمونري والاورت كروت اهو بان اهو شايفينه هيجي من وراه اهو يبقى ادي فيش ماوس ابييرنس، فيش ماوس ابييرنس بين الليفت بالمونري يبقى الليفت بالمونري والاورتا، يبقى الاريا دي ايه؟ اريا 5 صح؟ اللي فيها الاثنين بيبانوا مع بعض بتبان بس كده، يبقى دي اريا 4 اللي هي اللي عند بداية الاورتك ارش، بيفيلوا الناس بتوع الاورتك ارش، لا فوق 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 ايوه، يبقى دي اريا 4 تمام. اريا 6 اللي هي فوق وتحت الاورتك ارش شايفين الاورتك ارش، يبقى 6 فوق و6 تحت، واول برانش منه هو الليفت سبكليبيان تمام. وعند الليفت سبكليبيان يبقى ايه؟ اريا كام؟ 3 ال تمام. وبعدين بعد كده 2 عند الايه؟ بين الجاجل بين الكومن كاروتيد وبين اللي هو السيجل بتاع البين، شايفين السيجل بتاع البين باين كويس قوي، قابل الانترنال جاجولار فوق يمين ايوه، وقبله جاي له من تحت الليفت سبكليبيان وعملوا البريكيوسيفاليك اللي رايح ناحيه الايه؟ الاي بي تمام. يبقى ادي حط سلر بقى، يبقى ادي السيجل بتاع البين الانترنال جاجولار يمين جاي له من تحت السبكليبيان تمام، ورايحين مع بعض شمال الايه؟ البريكيوسيفاليك او الانومال، وده الكومن كاروتيد ارت كومن كاروتيد فين. يبقى هنا هنبتدي نشوف الثايرويد، وده دكتور خالد رجب ثايرويد فوكال ليجن زي العينه اللي فاتت تمام. الثايرويد نفس السيستم ميديول ابو نقطه بيضاء، يبقى ده كولويد ايه؟ كولويد ميديول تمام.
شكرا. بنشكر دكتور تلفزيون. شكرا. سؤال انت بتسيبني معلش. سؤال بس ما في التقدير والنساء الجمال دول. انت بتسيبني سؤال معلش. في سؤال يا حسين في سؤال. هو انهي جراح هيفتح عيانه زي دي على بوسيبل على بوسيبيليتي وديسبيليتي؟ لا يفتح. مفيش مشكلة خالص. ليه بقى؟ انت 100% شور ما انتش قلقان من حاجة. ليه؟ لأن انت شايف بابيلاري ماس في عينيك في المنظار، تمام؟ وشايفها بالسونار. فانت ديفينتلي عندك بابيلاري سامثينج. دكتور وجدي قال ان في سيفير ديسبليزيا. يبقى دي سامثينج سيريس. تمام؟ بيحتاج ديفينت هيستوباثولوجي عشان يفتح عليه يعمل ديفينت. عندنا ديفينت هيستوباثولوجي بابيلاري ادينوما extending for more than 1 centimeter in the common bile duct, this is an indication for radical surgery. تمام؟ انت لو انت عندك papillary adenoma، المانج بتاع papillary adenoma ايه؟ papillary adenoma، سيبك من هنا تكون papillary adenocarcinoma، قول ان دي papillary adenoma. تمام؟ معاك؟ معاك. عندك papillary adenoma with severe dysplasia extending inside the common bile duct for more than 1 centimeter. احنا شفنا 2 سنتيمتر، يبقى المانجمنت ايه؟ خلاص يبقى العيان الراجل هيقتنع. هيقتنع ليه بقى؟ لان انت ما بتديلوش معلومات بوسيبل، انت بتديله معلومات مؤكده. المعلومه الاولى المؤكده ان احنا عندنا ديدينا الماس سين باي اندوسكوبي وسين باي اندوسونوجرافي. تمام؟ معلومه مؤكده ان لم يكن في ادينوكارسينوما لكن في سيفير ديسبليزيا، ده اكدها. حتى لو كانت ادينوما والسيفير ديسبليزيا ولسه ما بقتش ادينوكارسينوما يبقى عندها حل من حلين. لو كانت اقل من 3 سنتي ريسبكتنج الماسكولاريس بروبريا نوت اكستندنج انتو ذا سي بي دي فور مور ذان 1 سنتيمتر يبقى دي امبوليكتومي بالمنظار. احنا عندنا كل الشروط متوفره ولكن في شرط ان هي اكستندنج جوه السي بي دي فور مور ذان 1 سنتيمتر. يبقى اذا الحل هي وابل. انا رايي ان الجراح مش هيبقى عنده مشكله ولكن العيان لازم هو اللي تقول له دلوقتي انت عندك لحميه في البابيلا وفيها تحورات شديده جدا المرحله ما قبل الاورام ان لم يكن في اورام فعلا، ولكن حتى ان لم يكن في اورام فهي سيفير في مرحله ما قبل الاورام وفي نفس الوقت داخله جوه القناه المراريه فحلها هي وابل. فممكن تعملي عمليه طويله عريضه على لحميه حميده. هو فعلا علاجها كده لان هي داخله جوه الايه ولو شلناها بالمنظار ممكن جزء منها يبقى والجزء ده فيه سيفير ديسبليزيا مؤكده ممكن ان لم تكن الان ادينوكارسينوما الا ان هي ليتر اون بعد 6 اشهر بعد سنه والعينه لسه سنها صغير ممكن تقلب بايه؟ بادينوكارسينوما. سو هو الديسيجن طبعا سيرجي مع حضرتك هو ده اجينست الاندوسكوبيك تريتمنت انما الايرنج برضه كانوا كاتبين ان من ضمن السيرجيكال تريتمنت او سيرجيكال امبوليكتومي. تمام؟ تمام. لقوا ان الريزلتس بتاعته ان هو في الفولو اب هي الفرق بينه وبين الويبل ان الويبل الريكارنس 0% وذ موربيدتي 40-60%. كام؟ الريكارنس كام؟ في الويبل طبعا زيرو في الويبل زيرو بس الموربيدتي عاليه. تمام؟ فالحل الوسط لو هي رد او هو الريكارنس في الامبوليكتومي كام بقى في حاله زي دي؟ في الريكارنس في الامبوليكتومي لقوه ايكوال لل يعني ممكن اب تو 20% 20%. تمام؟ وبالتالي انا لو هي يعني لو حد تبعنا مثلا احنا ممكن ناخد الديسيجن بتاع السيرجيكال امبليكتومي. هو الفكره ما بين الفرق ما بين السيرجيكال امبليكتومي والاندوسكوبيك امبليكتومي ان في السيرجيكال امبليكتومي هو بيشيل كده كده الديستال اند بتاع السي بي دي والبنكرياتيك دكت. تمام؟ انما في عندنا في الاندوسكوبيك امبليكتومي احنا ما بنجيش ناحيه احنا عشان كده الترم بس مش امبليكتومي اسمه بابليكتومي. يعني في الاندوسكوبيك اسمه اندوسكوبيك بابليكتومي مش اندوسكوبيك امبليكتومي. ايوه بالظبط. انت بتشيل البابيلا ما بتشيلش الامبولا. بالظبط ما بتشيلش الامبولا. فاذا ده مشكله انت كمان هتسيب جزء فوق كل الكل اللي جوه السي بي دي ده في الاندوسكوبيك. انما في السيرجيكال هو بيشيل الديستال اند فده حل وسط بالنسبه لها. ايفن بقى لو طلع في السيرجيكال امبليكتومي طلعت بناين طلعت مالجنت ماشي يبقى هي ممكن تجيب ان تاتش او فولو اب ان هو ممكن تحتاج ويبل بعد ذلك. طلعت الحمد لله ان ما فيهاش مالجنسي او ديسبليزيا او الكلام ده كله يبقى على الاقل ما تعرضتش لميجر اوبريشن زي الايه؟ زي الويبل. تمام. انت بقى تناقش الكلام ده مع العيان. انت هتقول له والله عندك عمليه كبرى مورتاليتي حوالي 20% او موربيديتي 20-30% بس نسبه ريكارنس زيرو او عمليه محدوده بنسبه موربيديتي هنقول 5-10% بس ولكن بنسبه الجرس 20%. دكتور حسين هو الليجو فريكونسي ابليشن ثرو ذا سباي جلاس في الحاله دي؟ لا السباي جلاس معمول للهايلر ريستريكشن.
للهايلر. هو كل الحالات اللي اتعملت في اللي هي الالرا اللي هي الاندوسكوبيك ريدي فريكوانسي ابليشن دي كلها في الهايلر وكلها بالياتيف. انت دي المفروض ما تفكرش في البالياتيف. العيانه عندها اوبشن ان هي تخلص من ده كله. فالالرا اللي هو الاندوليومينال ريدي فريكوانسي ابليشن خلال الاي ار سي بي ده بالياتيف فقط وليس كيوراتيف. فهنا انا اعتقد ان ملوش مجال خالص. لكن هو بيبقى له مجال في الكلات سكين تيومر الان اوبرابل. عمليات معقده جدا وتقريبا 90% بيبقى ان اوبرابل. فبيعمل ريدي فريكوانسي عشان يضمن ان في بيتنسي يحرق الجزء اللي موجود يطول فتره اللايف اكسبكتنسي. لكن في الاخر ما هوش كيوراتيف. فهنا مش مطروح اساسا. ما ينفعش تعمل ده لان العيانه عندها اوبشن لراديكال كيور. نعم. متهيألي انا حاله انا شايفها حاله ظريفه جدا، حاله تشالنجينج ما هياش ستريت فورورد. واعتقد الى حد مثلا كبير 99% احنا وصلنا للبريسايز دايجنوزيس بابيلاري ادينوما وسيفير ديسبليزيا اكستندنج انتو ذا اكستندنج انتو السي بي دي. ويبل وخالد رجب برضو اقترح اللوكال ريسكشن سيرجيكال برضو. انت هتقول للعيانه، هنعيد الكلام تاني، هتقول للعيانه انت عندك راديكال سيرجري بموربيديتي ومورتاليتي 30% وريكارنس زيرو، او لوكالايز ريسكشن سيرجيكال برضو بنسبه كيور برضو عالي جدا ولكن الموربيديتي اقل. والله لو لقيت الجراح بقى مزرجل معاك ومتربس معاك وبتاع اعمل جينوسكوب وخد باتش بايوبس عشان نشوف البيزمنت ميمبرين زي ما الدكتور وادي قال. وده اوبشن سهل جدا ما حد يعمل اكتر. لا هو دكتور وجدي لو كان الجراح مهزوز ومش عايز يبقى ايه ثبته بالمعنى كده ثبته بمنظار وبيوبس. وان كنت اظن ان المنظار بالبيوبس مش هيجيب قوي. ليه؟ لان الكوزال كفرنج كان ساعه ما شفناها بالاندوسكوبي دي البيوبس بالظبط زي ما بيقول الدكتور سيد لازم تعمل كانيوليشن سنتروتومي هتلاقيها بظت لك بقى. يعني دي لو انت عملت كانيوليشن سنتروتومي انا دي حدينا بنتهم وقعدت مع الدكتور مازن ناجا برضه ثلاث اربع حالات تقوم فاتح البابيلا تبص تلاقي السوفت تيشو ده جالك بره زي كرومبا كده فاهم. تاخد بقى بايوس زي ما ممكن تعمل له سنيرين كمان لانه هيطلع بره اليوم. والبايوس يخش فيها بس هي لو طلعت لك بره بقى وعملت سنتروتومي هتبقى ولو عملت سنيرين كمان لجزء خلاص يبقى القضيه. بس انا حتى لو طلعت دي ادينوما وسيفير ديسبليزيا ما انت عايز تفرق بين ادينوما وسيفير ديسبليزيا وما بين ادينوكارسينوما.